يقول السائل: كنت أقود سيارتي وصدمت حرمة فماتت لأن السيارة ما كان فيها فرامل، فهل علي شيء وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا واضح أنك قتلتها، لكن هذا القتل خطأ، هذا قتل الخطأ. الله جل وعلا يقول: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالواجب عليك شيئان: الشيء الأول الدية إذا طلبوها، والشيء الثاني الكفارة. وهذه بينك وبين الله، الدية حق لأولياء القتيلة، وأما الكفارة فهي حق لله سبحانه وتعالى. والكفارة عتق رقبة، عتق رقبة مملوك تعتقه من الرق، تجعله حرا بعد أن كان مملوكا. هذا إذا أمكن، إذا ما أمكن ولا موجود الرق والعتق ما هو موجود، فإنك تصوم شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وعلى إخواننا اللي يقودون السيارات عليهم أنهم يتأكدون من صلاحية السيارة قبل أن يحركها، هل فيها فرامل، هل فيها معداتها، هل فيها لوازم القيادة قبل يحركها، ما هو يحركها وما يدري عنها، هذا تفريط. كذلك عليهم عدم السرعة في السير، لأن السرعة سبب للحوادث. وعليهم أيضا إذا كانوا لا يحسنون القيادة أن لا يقودوا السيارات وهم لا يحسنون، يعرضون أنفسهم ويعرضون أنفس الناس للخطر. كذلك إذا كان الإنسان عنده نوم يحس بالنوم، لا يقود السيارة وهو يحس بالنوم، لا يقود السيارة إلا بعد أن تتكامل عنده المقدرة التامة على قيادة السيارة والضمانات التامة في آليات السيارة، لأنه يعرض نفسه ويعرض أنفس الناس إلى التلف والهلاك إذا لم يتأكد من هذه الأمور. نعم.